وهو الإشاعات والفتن والاستهزاء بالكليات أو بالمواد أو بالطالب الأزهري. أولاً، لأن الإشاعات حينما توجه إلى طلاب جامعة الأزهر فالمقصود بنشر الفتن بين طلاب جامعة الأزهر نشر الفتن في الدولة كلها. لماذا؟ لأن جامعة الأزهر تميزت بأنها تمتد من الإسكندرية إلى أسوان، ففي كل محافظة لنا فيها فرعا. أي دار جامعة أخرى يحيط بها مواقع جغرافي، جامعة القاهرة في هذا المواقع الجغرافي، جامعة الإسكندرية في هذا المواقع الجغرافي، فحينما يصيب فتنة في حدود مثلا 10 أفدنة، صح؟ لكن حينما نسير فتنة بين جامعة الأزهر وجامعة الأزهر تمتد في أكثر محافظات مصر، فالمقصود إثارة الفتنة في البلد كلها. أمر آخر، أرى على مواقع التدمير الاجتماعي بعض البوستات والكومنتات تتوجه إلى الكليات بالإساءة إليها، وتتوجه إلى الطالب الأزهري للإساءة إليه، وتتوجه إلى المواد التي يدرسها الطالب للإساءة إليه. كل هذه الأمور يجب أن تدرك تماماً أنه لا يمكن أن يتقول طالب على نفسه ليستهزئ بنفسه. استحالة أن الطالب هو الذي قام بالإساءة بعمل تصميم هذه البستان ليسيء إلى نفسه. إذن يجب أن تدرك أنه توجد جهات أخرى ممولة تحاول أن تصيبك بالإحباط وباليأس حتى تصل إلى الإحساس بأنك طالب درجة ثانية أو طالب درجة ثالثة وأنك مهمش. وفي النهاية المقصود هو هدم هذه المؤسسة العظيمة. طيب، تعال ننظر على المستوى الفردي. بعد التخرج بالنسبة للطالب الأزهري، الكل يأتي ويشكو إننا نذهب للتقديم في بعض المؤسسات ونقدم السي في، يقولون أنت من الأزهر، لا نريده. إذن نحن أسأنا إلى أنفسنا بأنفسنا.